في مصر العزيزة أكثر من 90% الكورة يا عزيز خاصة القادم في مصر مش قادم قادم وخلاص فاهم ازاي؟ ظل الستريس والانزايتي وضغط الدم اللي الساين كيلر ده اللي محدش واخد باله منه يرفع شويه دكتور اي مدود طلقة مش لازم قلم عمره يجي انفرا ميموري الناس يقول لك تحت الحلمة وجعني ما تعبروش فاهم ازاي؟ ده كارديك نيوز ده كلام فارغ ده ولا تعبان سبانك الدين ايه بالصبح فاهم ازاي؟ لا الام الذبحه تقعد دقائق معدودات ايه اللي ضيعها يا ست؟ مش هتضيعها فاهم ازاي؟ لان لك دي العلاقه ده مفيش ده مش ذبحه ده الذبحه لما تهرست او تاخد علاج يديها ايه الالم ده اللي هو الذبحه الاولاني دكتور عشان خاطر شايف اهو بيتا بلوك او يوز ان انجينا دي تو كولري اتش كلوز اللي هو ده النطق في نوع تاني بقى اسمعني بقى كده في نوع تاني مخيف بس عاوز بص نوع تاني مخيف اللي هو ايه؟ النوع الاول اسمه ستيبل انجينا او انجينا اوف ايفورت او اكزرشن اكزرشن يعني مجهود انجينا بتيجي من مجهود النوع التاني عشان خاطري هنعرفه من هنا دلوقتي لغايه اخر السنه اسمه ده اسمه ستيبل انجينا نوع تاني غريب قوي اسمه فازوس باستيك انجينا ايه اسمه ايه؟ فازوس باستيك انجينا وصفوا خواجة اسمه خواجة برينز ميتال وسماه باسمه برينز ميتال انجينا شوف الكلام التخيف اللي هقوله هو كلام مش تخيف بس الكلام صعب علينا لازم اعرفه يقال لبعض الناس عندها الفا في الكوناري نشطه عندها الفا نشطه في الكوناري وهذه الالفا في الكوناري تعمل كوناري سباز تعمل ايه؟ تعمل كوناري سبازم عشان كده سموه بازو سباستي باسم الخلايا برينز ميتال وده اللي يمثل في حياتك اكثر من 5% اللي هتشوفه يعني اسمه هذا النوع يا جماعه يسموه انجينا اتريست انا قاعد كده في وسط عيالي بتفرج على ماتش كوره وبنعمل عيد ميلاد ومبسوطين وفجاه انجينا اتريست طبعا علي يقول لك ده جاله تقلص في الشريان التاني صحيح تشخيص صحيح فازوس باستيك انجينا ايه سببه؟ غالبا الناس دول وهم قله عندهم نشاط زياده الالفا ريسبتور في الكوناري بتكلم كلام صعب وسهل الفا نشاط في الكوناري وجود البيتا مفتوحه في صالح المريض فاهمين حاجه ولا لا؟ كلام سهل وجود البيتا يعادل تاثير هذه الالفا النشطه معايا يا ابناء ولا لا؟ اذا سيادتك تبرعت ليه شاكرا؟ ليه شاكرا؟ روح اهو كله انجينا وخلاص فاهم ازاي؟ رحت مديله بيتا بلوكر شلت البيتا من مسرح الكوناري خليت مين بس؟ مين بس؟ الالفا مور كوناري سباز تتعبوا اكتر انا فاكر واللي بقول لكم دي قصص حقيقيه مؤكده وموثقه انا فاكر لما جاءت مبارك الكلام ده من ظهور القوابل وانا بقول يا شوف حاله من الحالات المهمه كل المرضى مهمين ولا انسى ابدا قال اهو في دكتور كويس وشاطر وابديتد كل الكلام ده ما يهزكش بيخليك يجي لك بقى كبرياء تطلع بعضه وفعلا شفت هذا المريض تيبيكال انجينا بين فرحت انا مديله على طول اديته بيتا بلوك هي ده النشاط العيان ده تاني يوم يعني جابوني من تحت الارض فاهم ازاي جابوني بعربيه كده تعمل اسوار فاهم ازاي؟ وانا كنت كاني مقبوض عليا يقول ايه اللي حصل المريض؟ الالم كان بيجي له مره في اليوم دلوقتي بقى يجي له ست سبع مرات في اليوم طبعا في حاله ترينز ميتال انجينا بازو سباستيك انجينا لو تدي فيها البيتا بلوكر تقفل البيتا تخلي الالف لوحدها في مسرح الكوناري موت موناري سباستيك فهمت حاجه ولا لا؟ اذا نفسي اطلع بمعلومه بتقول ان البيتا بلوكر لا تعطى في البرينز ميتال انجينا فازوس باستيك انجينا وليها اسم ثالث ما حدش يعرفه قوي اسمه فيريانت انجينا مش فيريانت فيريانت انجينا بص مسيت بيه نوت ان فازوس باستيك انجينا نوت ان فيريانت انجينا نوت ان برينز ميتا لا عاوز يكتب هي دي ايه انجينا ديو تو سوبر سنسيتيف الفا ريسبتور ان ذا كولون سينس بيتا بلوكر ورس ان ذا كونديشن فاهم ولا مش فاهم؟ يا سلام على
بيتا بلوكر ان انجينا بيكتس. ننتقل بعد كده عشان تاخد وقت في الاستخدام على الهرم. واحد اثنين ام اي ام اي ايه الام اي دي؟ مايوكارديا انفارشن، جلطه في الشريان التالي يا ابناء تصل كل يوم. عندكم ليفت كورنر رايت كورنر، هتلاقي واحد يتسد واحد منهم، ما تسدوش كلهم يعني واحد منهم، سندان الليفت طبعا الانتير ديسيندي ده اسمه لاد، ليفت انتير ديسيندي ده انتوا عارفينه، حتى بيسموه الويدو ميكر صانع الارامج. فاهم ازاي؟ معروف صانع، اول ما تقفل الكورنر تبعت تجيب الناس من البلد خلاص. فاهم ازاي؟ فايز دي مشهور قوي لاد، ليفت انتير ديسيندي اوكلوجن. طب ايه اللي بيتا بلوكر كانت ولا زالت من اهم الاسلحه في علاج الناس الام اي. تقول لي ليه؟ اقول لك هو بيموت من ايه بتاع الام اي ده؟ ده في ناس بتيجي يقول لك واحد دول علاج مركزه ده كان اول يوم كويس، ده انا فاكر يعني ده نازل على السراير تحت سمعت الصويت ده انا لسه مسلم عليه. بيموت من كذا سبب اهمها اريدمي. بيتا بلوكر من افضل الادويه انتي اريدمي. فاهمين حاجه ولا في طالب سالني سؤال كده ما كانش في وقت ولا ما راح من محاضره مش معروف واحد اسمي يعني المحاضره اللي فاتت، بيقول لي البيتا بلوكر بتزود البوتاسيوم شويه، هي البيتا بلوكر زياده شويه بسيطه لكن نقص البوتاسيوم يعمل اريدمي وزياده البوتاسيوم تعمل اريدمي، بس الادرينالين اللي بيكتر في المايوكارديال انفاركشن ينقص البوتاسيوم القلب يعمل اريدمي. بيتا بلوكر بتعلي البوتاسيوم بتصنع الحكايه دي مكتوب عنها اقراها هي اللي بتنفعك. البيتا بلوكر يا جماعه تصلح الاريتمي اللي بتحصل مع الام اي. اول سبب الوفاه من الام اي يا جماعه اريتمي ميوكارديال انفاركشن. صدقوني البيتا بلوكر بتقلل صدر ديث الوفاه الفجائيه دي. لو انا اندر بيتا بلوكر وجالي ام اي مفيش صدر ديث ده بتزود السرفايفل العمر الافتراضي للشخص. اعمار بيد الله وانت تعمل في المساحه بالقضاء الله ورحمته. فاهم ازاي؟ في رحمه الله واسعه، في قضاء الله وفي رحمته، وانت كطبيب تعمل في وسط هذه المساحه والا ما يبقاش لينا دور خالص، ولكن انت تسخر لخدمه الناس. ماشي ام اي تاني استخدام شايف يا دكتور؟ ده سلايد تاني بيبين بتوت البيتا بلوكر بتقلل هارت ريت، بتقلل الكونتراكشن، انتي هايبرتنسيف، بتقلل الكارديو كورب. انا بتكلم عن المساحه بتفيد في ايه؟ كلام حلو. ايه ده؟ ايه السلايد الجديد ده؟ بيقلل زي التكيكات. المهم كلام حلو. اكيوت فيز ومايوكارديال انفاركشن الفاليوز ايه قيمتها؟ انا رايي الشخصي في المايوكارديال انفاركشن الجلطه بتموت حته من القلب يقل الكارديك او تموت. انا عارف لكن اهم سبب وفاه اريتميا بالادرينالين اللي بيطلع بيتا بلوكر اللي بينقص كالسيوم. ادرينالين بينقص بيتا بلوكر بتعلي البوتاسيوم بتعلي الاريتميا reduce complication especially arrhythmia by anti-arrhythmic action. طبعا block effect of adrenaline على البوتاسيوم، على البوتاسيوم بتقلل الورك. حاجه غريبه قوي حجم الانفاركشن لو انا باخد بيتا بلوكر يبقى قليل. شوفوا انا بقول لكم الكلام من عمق القلب. لو تسد لي اللاد اللاد الانفاركشن بتاعه قد كده 30% 70% صدر ديث و30% هارت فيل، مش قد ايه؟ لكن لو انا اندر بيتا بلوكر وي دونت نو واي ان لو واحد اندر بيتا بلوكر حجم الانفاكش يبقى صغير، نطقه انسايد مع الاوكلود فيسل، فاهمين كلامي ولا لا؟ يعني مقفول واحد كبير ومع هذا الانفاكش صغير. ياه. طبعا بيتا بلوكر ما بتستخدمش في انفاكشن ومعاه هارت فيل جامد. هارت فيل ستيج 4. هو في ستيجز في الهارت فيل؟ 1 و 2 3 و 4. دكاتره اي تاني استخدام لو طالب في الامتحان قال الاثنين دول بياخد جاي جدا، وانتوا هتقولوا اثنين كمان تاخدوا امتياز، واللي عاوز فوق الامتياز يقول اكتر كمان. ايه هما؟ يا اخي على الكارديو فاسكولار سيستم اريتميا، اريتميا انا بعتبرها من اهم الادويه في الاريتميا. هتوصل طبعا كلاس من كلاس 2 انتي اريتمي دراج. يعني ايه كلاس 2؟ هو في كلاس 1 و 2 و 3 و 4 كلاس 2 اللي بيقفلوا البيتا ريسبتورز. بيتا بلوكر يا سلام لو واحد عنده اريتميا دوس سمباسوماينيتك، ايه احسن انتي اريتميا؟ بيتا بلوكر.
كان الاقي واحد يقول لك قلبي بيرفرف بيهفف حبيبته من سيدي، اقول له خد لك قوس بيسو بولول كومبول اسمع عنه ده، ولا خد لك قوس اتينولول تنومين اللي هو الاسامي اللي قلتها النهارده الساعتين اللي فاتوا. لقيت انك تعالى قايل لي اديته فايوتوكسكونز فايوكسين سنسفايز القلب لتاثير الكاتيكولامين احسن ادويه بيتا بلوكر. ده البيتا بلوكر شيلها معايا باستمرار الامرجنسي باك بتاعتي تفيدني، واحد انجينا، اثنين انفارشن، ثلاثه اريدميا. اريدميا اديته بالذات اريدميا بتيجي للشباب الصغير يعني سببها سيمباثيك اوفر اكتيفيتي، انتم حساسين قوي سنسيتيف قوي سنسيتيف معلش طلعوا و مش تفقد الحساسيه، الحساسيه المطلوبه ولكن الحساسيه الزياده. فاهم ازاي؟ الشباب اليانج انديفيديوال عندها اريدميا مفيده، اللي عندهم فايلوتوكسكوز يا سلام لو واحد عنده انجينا واريدميا بيتا بلوكر تضرب عصفورين بحجر واحد، انت مش معايا شوف اهو اريدميا فايلوتوكسكوز جنرال انستيزيا بتعمل اريدميا بتقوي السمباتيك ارجع للكونتر انديفيديوال الادرينالين مكتوبه مع الديجيتالز كتر خير. أربعة. دي صعبة، ده صعب. التلاتة الأولين دول على مستوى طالب الامتياز. اللي عاوز فوق الامتياز اللي هيروح يشتغل مع الأخ الفاضل القريب يا نفسي الدكتور مجدي يعقوب في مركز أسوان أو غيره. هذا المثل فيه أمثلة كتيرة أوي ناجحة و يعني يمكن في الخفاء يعني والمعطي يعني او يعني يخلو في خفاء الجزيره الله عالمين. بص حكايه هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوبا هيبقى صعب. في ناس يقول لك ايه مفيش داعي، في ناس عندها هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوبا معلش اطلع اسمها ادي الهارت مثلا. في ناس سوري تجد السيبتم بتاعهم هنا تقيل انت بتفتكر سيبتم تقيل هنا وهذا السيبتم التخين يعوق الفلو اوف بلاد اللي يطلع على الاورط اهو هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوباثي. يحصل ايه؟ ساعات دي بيحصلها سبان السيبتم ده تخين اكثر من كده كمان اسمه هايبرتروفيك اوبستراكتيف سالت فتحه الاورط او قريب الاورط كده بيحصل كمان سبيس يقفل الحتات بيتا بلوكر بتقلل الكونتاكتيفيتي وبتقلل السباز مهمة. لو عاوز يروح يتفرج على عمليه، عمليه سهله بيعملوها بالقسطره دلوقتي حتى في عندنا في اسوان يجوا يقطعوا القسطره يقطع السيبتم ده تخلي يقسمه بالنص عشان يشيل دلوقتي كله بالقساطر مش لازم عمليه اوبن هارت ماشي. عاوز تقول ايه تاني؟ فده اسمه هايبرتروفيك. هناك بعض الامراض الاطفال الكونجنتال مرض نادر لكن يعالج اسمه فالوس، فالوس تترولوجي، فالوس ده كونجنتال هارت ديز في الاطفال يقول عليه الولاد دول ساينوتيك تلاقي غلط شويه كده بيبقى مقرفص نفسه كده مزيق. الولاد دول عندهم هنا في الفالوس مش مهم الفالوس بيتكون من ايه ما يهمكش هذا الكلام، لكن دي اسمها انفانديبلر الحتات هنا في البند اسمها انفانديبلر. ساعات الولد ده بيحصل لها سبازم برضه تمنع وجود الدم للاورطة. بيتا بلوكر تعالج هذا الانفانديبلر سبازم اهي اسمه فالوس تترولوجي. ليه بيسموه تترولوجي؟ عشان فيه فور المنت ديفكت. الولد ده مسكين عنده حاجه اسمها اوفر رايدنج اورطة، عنده انتر فنتريكولار سيبتال ديفكت هم في البنتجل، عنده انفانديبلر سبازم. مش لازم تحفظ الكلام بس اعرف في الفالوس اهو فالوس تترولوجي اسمه سيروتيك هارت ديزيز. اهي دي اللي بيعملوها هناك في اسوان كلها معظمها 70% من عملياتهم هناك كونجنتال هارت ديزيز في الاطفال. في وفيات ما بقولكش لا، وحظوظ في وفيات كتير لكن يعني حاجات كويسه قوي فاهم؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه على الهارت. اللي يقول الكلام ده على البيتا بلوك على الهارت انا انبسط من الهارت. اثنين بلاد فيسلز وبلاد بريشر. بص استخدامات تانية اهو بلاد فيسلز يا ابناء عاوزك تعرف البيتا بلوكر بيستخدم على البلاد فيسلز في الحالات الاتيه. اتمنى تكون استمتعت بالاسم اللي فيه اسم ولا في شيء؟ في بس مش باين. ايه هي؟
الناس مساكين اللي عندهم بورتال هايبرتنشن، بصوا اللي عندهم بورتال هايبرتنشن دي الفيروس سي جالهم ليفر سيروز، حصل تلايف في الكبد، عندهم بورتال هايبرتنشن، والبورتال هايبرتنشن يبقى انفكتد عندهم حاجه اسمها فيروسز اسوفيجيال فيروسز، دواني ما بيه ينزف منه يا اخي الاخضر بالبيتا بلوكر اقل البورتال هايبرتنشن. من شويه قلت لك ان البيتا بلوكر بتعمل فازو كونستريكشن، قلنا ولا ماشي بتقلل البورتال بلوك فلو، قلناها اهي بتقلل كاريك بتقلل بورتال هايبرتنشن تقلل سبلانتنج سيركيليشن. اول طالب يفتكر هذا الاستخدام، صدقوني انا بعرف مش انا يا باشا كلمه انا، ولكن الدكتور الشاطر في مشكله واحد عنده بورتال ليفر سيروز تعرف ده كاتب بيتا بلوكر، الحاجات محدده مكتوبه كده ليه كاتب بيتا بلوكر؟ يقلل البورتال هايبرتنشن، يقلل الانسنس اسوفيجيال فيرسز دوائر المريء، يقلل البليدنج تندنسي ربنا يرويك، الهيماتيمسيس كل كعه ينزله نص لتر دم. يا بلاد فيسلز؟ اه. في حاجه سخيفه تيجي تفحص عيان كده انا شفتها في حياتي لا يقل عن 10 مرات، اقول الصدق وشفة الصدق تنجي. الاقي عيان راجل والاقي بطنه بلسيتنج. فاهم ازاي؟ لا لا حط ايدي شفتها كتير. اسف اقول نصهم توفى الله، فاهم ازاي؟ الله ايه الحكايه؟ اعمل بروفيشن الاقي اقول ايه ده؟ حامل ده ده فاهم ازاي؟ يعني بلسيتنج. اه مسكين ده عنده الاورطة دايليتد بهذا الشكل، جاله حاجة اسمها اورتك انيوريزم. هذا الاورطة. وابتدى انت عارف زي ما تجيب بالونة كده وحتة فيها رقيقة مش تخينة الجلد بتاعها تلاقي حتة قبت كده. اهو ده بلسيتنج. وان اوف ذا فرنشال دايجنوز مع اورتك انيوريزم. بالونة. الشخص ده لو هزرت معاه تقول له زيك يرابشر. يرابشر. رئيس قسمنا الكاردي باسكولا سوري من زمن بعيد على ايامي مات في مطار جي اف كي وكان رايح يعمل عمليه. مات شوف حصل الرابشر يعني ده اون تيبل في اللحظه. دلوقتي ابتدت تتعمل اوتيك انيوزم جراحات ناجحه سواء كان انيوزم بالثوركس او في الابل. بيتا بلوكر ايه قيمتها؟ بتقلل يا اخي التارجت ابد. تقلل ضغط الدم، تقلل المحض البريشر الاستمرار على هذا القول. الشخص ده تدعي لربنا بس تديله بيتا بلوكر وتبقى تحجز له طياره عشان يسافر يعمل عمليه بره او يعملها هنا او بقت دلوقتي تتعمل بالقسطره واللي بيعملها في الخارج ابناء لين بيعملها في الخارج طبعا بس اجانب بيعملها في الخارج ابناء لينا بالاصل عيني المدرسه الام بليف مي يعني بيعملوها ناجحه. احنا عملنا هنا كم واحده يعني بعضهم انتقل الى عالم الاخر وبعضهم عاش لا حقيقه بعضهم عاش. ليه دلوقتي بيعملوها بالقسطره؟ مش عمليه كبيره فظيعه كده ويركبوا يحطوا تشوب كده بالقسطره. شوف التشوب بتعمل ايه؟ ست اهو فتحه دي سدها اهي تشوب للاورطه عمليه لطيفه لو بقول لكم فيلم ليها مش وقت دلوقتي. دكتور محسن انت فاهم ازاي؟ بص اكيوت اورتك انيوريزم بلاد بريشر ان شاء الله لما نتكلم عن كارديو فاسكولار بيتا بلوكر لايت اساس في علاج ضغط الدم يا جماعه. اسينشال هايبرتنشن مايلد ومودريت بس لا تنتظر نتائج سريعه منك. انا في المحاضره الاوليه كنت انتظر نتائج بعد قد ايه تقريبا؟ مش قبل اسبوعين يا جماعه. ولما هسال حد فيكم كده بكره تعمل ايه في البريفرال ريزيستنس احب اسمع حضراتكم تقولوا لي تزود الدي ار. طب ازاي الدكتور صغير ما يبردش؟ بعد فتره بتنزل الضغط عشان وعشان 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 ست اسباب قلناها بقى تقفل بريسنابتك بيتا في المعده، تقفل بريسنابتك بيتا في النيرف اندي، تقلل الكارديك اوتبوت، تقلل الريل، ترجع حساسيه الباور ريسبتورز وفي بعض البيتا بلوكر ليها دايليتد افكت يا اما عن طريق البوستا سايكلين يا اما عن طريق ليها اديشنال فازو دايليتد مولوكيول زي ما هنعرف حالا دلوقتي. اه تنفع في الهايبرتنشن في الصغير في السن. والصغير في السن تحت سن 50 سنه. يعني العام 49 ده في عز الشباب فاهم ازاي؟ اه هو كده يعني
individual with hypertension بيتا روح مميزة. المميزة في الناس عندهم هايبرتنشن وعن انزايتي. وما أكثرهم وما أكثرهم عن سن 79 سنة سن اللي بيسموه سن الياس هو سن الندوب وغيره. إيه كمان؟ الناس عندها بص هايبرتنشن وانجاين. طيب وهايبرتنشن وزيادة منن. ليه؟ لأنهم أنتي منن. يا سلام لو قال أنت استخدم بيتا بلوكر. الكلام ده هيتكرر في موضوع الهايبرتنشن. مذاكرة البيتا بلوكر زي عمل الخير ما يضيعش أبدا. فاهم إزاي؟ وحياتك فيكم سيتوما توجذر بيتا ألفا بلوكر. زمان علمونا منذ حدثتنا. علاج فيكم سيتوما عملية جراحية سهلة صدقوني مش عايزة غلبة. بس قبل العملية لازم أدي ألفا بلوكر وبيتا بلوكر. معايا؟ بدي ألفا بلوكر لأن سبب الضغط إكسس سيركوليتنج كاتشكولامين. بس الألفا بلوكر بتعمل تاكي كارديو مش كده معاها السيليكتور لازم ادي معاها بيتا بلوكر وصل ولا ما وصلش؟ ماشي يا عم استخدامات البيتا بلوكر على الكارديو باسكولار وحياتك ما تنساش هستأذنكم بسرعة الحمد لله أهو بص عاوزك تعرف واحد أنجينا أي نوع يا دكتور من الأنجينا؟ ستيبل أنجينا أنجينا أوف إيفورت أهي مش الفيريانت مش الترانزميتر بص أنجاك ليه بتقلل الورك اوف ذا هارت؟ دكتور تاني اوعى تديها في الفيري بازو سباست يقول لك اوعى تديها في تطلس الشريان التاني لا ليه يسموها انجينا اتريست دي انجينا ويز افورت دكاتره استخدام اللي بعد كده في غير انجينا قلنا في المايوكارديا انفاكشن بتقلل الاريثميا والسايز انفاكشن نمره ثلاثه اريثميا أربعة وخمسة لفوق الامتياز فالوتس بتقلل حاجة اسمها الانفانديبولار سباز وهايبرتروفيك اوبستراكتيف كارد مايوكاردي السيمبتوم التخينة اللي بقوا يعملوها بالجراحة وبالأسطار دكتور بلاك ليسنز قلنا في التوتال هايبرتنشن والديستنكتنج اورتيك انيوريزم ثم بلاك بريشر قلنا استخدامات دكتور احنا خلصنا كده سيلكتيف selective beta blocker non selective اسف what about selective beta 1 blocker دكتور استنى خلاص انا بيخلص يعني ايه selective beta 1 blocker selective beta 1 blocker دي قبليها بتقفل ميني بيتا 1 استنى بفضل بتقفل ميني بيتا 1 ماشي يا عم وقف لها مميزات خمس اتكلم كل واحد فيهم دول بقى سؤال. very effective بص بتقفل بيتا 1 يا ريت هتستخدمها في الناس عندها رينال ديزيز ليس لايبل انها تعمل رينال صح ولا لا؟ ليه؟ ليه بتقفل بيتا 1 ما تقفلش بيتا 2 صح مش هتيجي تقول ده من بعض هتشرب ولا مش معايا؟ يا جماعه اللي يقفلوا بيتا 1 ليس لايبل انهم يعملوا برونكو سبير يعني لو انا عندي ذبحه وعندي ربو شعبي وليس شعبي فاديك سيلكتد بيتا بلوك طالب يقول لي هو في حد النهارده بيستخدم النون سيلكتد يا دكتور محسن يا راجل يا دايما في حد بيستخدم النون سيلكتد الا ما نظر توب مغلول الناس عندها ميجرين هيليك الناس عندها فاميليال تيرموس لكن ما عادش بيستخدم النون سيلكتيف من هذا ألف طالما وجدت سيلكتيف بس اعرف حتى السيلكتيف بخاف منه لان السيلكتيفيتي تفقد بهاي دوز فدي كمايه مكتوب عنك الان مكتوب عنك اخر خمس نقط دكتور بص ليس لايبل تو بروديوس رينوس فينومين ليس لايبل انهم يعملوا برونكو سبان دكتور يا شاف شايف ليس لايبل ليس لايبل انهم يعملوا هايبوجلايسيني سبب الهايبوجلايسيني قفل البيتا 2 قفل الجلايكوجينوز في الليفر يقطع السكر وينقص السكر وما احسش بيه زي ما قلنا مش وامض ده ميست سيلكت هو بيسالك سؤال وده كلهم هيسالوه ايه ميست سيلكت البيتا 1 اللي بتقفل البيتا 1 اقول له الميزه بتاعتها ما تعملش بونكوسفاز ما تعملش هايبوجلايسيني ما تعملش تغيرات في اللايف اللي في الباتر اللي في الباتر ما تنقص ال اتش دي ال و التانيين دول بيتا 2 بيتا 3 دكتور
less liable to produce potassium changes. البيتا بلوكر بتاع البوتاسيوم شويه مع السيلكتيف. هاولفر الكلمه اللي هتتكلم بتاعت دي اهم من كل ده. ايه هي؟ طيب هاولفر شود بي نوتس ان هذه السيلكتيفيتي تفقد مع الهاي دوز. وصدقوني كتير من المرضى الازمات اللي بتكتب لهم بيسوبولول اللي هو الكونكور ده وتفاجئ جاي وسنه بيزيد. يقول لي يا دكتور ما كانش حكايتي عندي قبل الدواء ده اللي انت كده بتقول لي ده عامل زي القلب الصغير او صغير شكله زي القلب. هو ده اللي فقدني. فاهم ازاي؟ هو ده اللي اتعامل. السلكتيفيتي تفقد وذ هاي دوز. حلوه دي. اخر كلمه او كلايمه هقولها في الحتاني. الجيل الثالث بيتا بلوكر وذ بازو دايليتو افكت. بص بيتا بلوكر وذ بازو دايليتو بلوكر ده الثيرد جنريشن. فهيرد عليها طالب قوي زي يوتيوب يقول لي يا دكتور محسن بيتا بلوكر تعمل فازو كونستريكشن مش فازو دايليتيشن. اقول لك يا حبيبي ارد عليك هذه الفازو كونستريكشن تستمر اسبوعين بعديها بتفقد. ليه ما نعرفش؟ يقل البريفر ريزيستنس بعد اسبوعين. لكن في بيتا بلوكر طالعه جديد توسع. طب اديني فكره عنه. واحد بص ايه رايك في بعض البيتا بلوكر جديده قبل ما تقفل البيتا بيتا 2 بالذات تعمل لها انيشيا ستيميليشن. دواء واحد اعرفه اسمه سيلي برولول. بص اسمه سيلي برولول هو مش سيلي ولا حاجه ولا بي سيلي برولول دواء مميز ليه بارشال اجونيستك اكتيفيتي على البيتا ريسبتور. بيتا اجونيستك اكتيفيتي. جماعه بشرى سعيده عندنا بيتا بلوكر ليها الفا افكت كمان. وانتوا عارفين الفا بلوكينج افكت تعمل بازو دايليتيشن. ركزوا معانا. بص اديشنال بازو دايليتو مولكيول عاوز تعرف اسم الدواء ده كارل في دي نول. مش عاوز الباقي كارل في دي نول على فكره مكتوب في حته ثانيه غلط بالاي هو بالاي صح كارل في دي نول ده بيتا بلوكر حلو قوي وليه انتي اوكسيدنت افكت كمان مضاد الاكسده. يعني ايه مضاد الاكسده؟ موضوع تاني هناخده معاك دكتور وحياتك. في بيتا بلوكر في بيتا بلوكرز جديده ليها دايليتو افكت حتى دي نستخدمها في البريفال فاسكو ديز. كنا بنخاف من بيتا بلوكر في البريفال فاسكو عشان بتعمل في الاول بعض الكونسكشن. حتى دي نستخدمها شويه في الهارت فيليا بشروط خاصه بالذات الكارديو ديول ده. دكتور انا كده خلصت كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3 عندك برواز كده موجود عندك ولا ما فيش برواز؟ بيتا بلوكر هارت فيلير مؤجله مش مؤجله مؤجله برضه الترم ده يعني الايام دي بس اول حته قبليها السايد فيكس والكونتر انديكيشن جدول هيخلص في 10 دقايق. بص معايا وارجع للحته دي بيتا بلوكر هارت فيلير سايد افكتس اند كونترا انديكيشن. خلاص خلاص هقوم عليك. اعتقد بكره الامتحانات هتكون بكالوريوس انتنسيف المحاضره هتبقى مبارك به هناك وان شاء الله نستمتع سوا. عيوب البيتا بلوكر ايه؟ استنى استنى انا بتكلم عن نون سيلكتيف كاكزامبل كبير لا عشان خاطر يستحمل الحيتان. بيتا بلوكر خلاص حسينس سيديشن سيديشن هتهدي الواحد. واحد يقول سيديشن دي قبل تبقى دراوزي مالك منعنس كده سيديشن تبقى هادي كده. يقول لك يا دكتور ما اعرفش اذاكر بيها ابدا. النواب كانوا يقولوا لي ما اعرفش اذاكر بيها ابدا. كنت ساعات اكتب لهم بيتا بلوكر اي لايكوفيليك ما يعدي بلاد برين جارد سيديشن ما يبقاش مايت نيرفز كوابيس امبوتنس بجوعه كبيره. انا كنت زمان اقول ان الكلام ده كلام قهاوي مش مظبوط لكن جابوا لي بيبر حد جاب لي بيبر بجوعه كبيره عشان يعمل امبوتنس الناس بقى عارفه. طبعا سيريس بيبان مع اللايكوفيليك اللي بيعدي بلاد برين جارد لو حد قالت لو الكونترا اللي فيه شيء يبقى ايه؟ بلاش تديها واحد عنده اكتئاب يا جماعه.
بلاش ادي بيتا بلوك اخويا. حلو قوي الجدول ده، مكتوب عندكم جدول ولا؟ الحمد لله لم تتبدل هذه الاتمه. فاهم ازاي؟ اسف يعني هذه طاهره جميله. بص اهو ده بلاش على السي ان اس عمال يتبرز زي الكوابيس. ممنوعين في الاتجاه النفسي. طب يلا مفيش طالب مش هيتسال الجهاز الصح، مش بقول لك ازاي؟ عيوب البيتا يا استخدامات البيتا بلوك. يلا انت عارف مفيش سنه في ال 10 سنين فات ما جاش بيتا بلوك نظري، ما حصل. بص اللي بعد على الاي ده لسه في قاعده ما يجيش على بلاش. تعال بعد كده سايد افكتس اوكيولار توكسيستي، بعضهم يا جماعه بينشف السكريشن في الاي، يعمل دراي كورنيا، دراي سكليرا، سموها اوكيولو ميوكوكيوتينيوس سندروم. وفي بيتا بلوكر اتسحب ال WHO بعد كده سنه 77 انتوا ما اتولدتوش انتوا، نسحب البيتا بلوكر. اللي بعد ده على الاي اللي هي اوكيولار توكسيستي مع دواء اسمه باكتلور كان وحش قوي. اللي بعد بيتا بلوكر يا جماعه تعمل عيوبها هارت فيلير. لحظه خليك معايا معلش همشيكم بدري دقيقتين، بص خليك معايا. هارت فيلير تقول يا دكتور محسن ايه الحاجه اللي ناقد وناقدها بتقولها؟ لا انا فوتت عباره بيتا بلوكر ان هارت فيلير مش كده؟ لا موضه، لكن هي يا جماعه الاساس اللي كل الطلبه المفروض يعرفوا انها مضره في بعض عضو هارت فيلير سبيشالي. معلش كلاس 4 اكتب كده سبيشالي كلاس 4 هارت فيلير. 4 اكتبها باللاتيني كلاس 4 لانها بتقلق. دي بتقلل كونتراكتيلتي، تقلل كونتراكشن خالص وهو عنده هارت فيلير. كلاس 4 ده واحد سطيحه عنده هارت فيلير اخر مرحله، تدي بيتا بلوكر انت مع صفر اثاره التعصب. فاهم ازاي؟ اللي بعد هارت بلوك دكاتره بيتا بلوك بتقلل هارت ريت، تقلل اي في كونداكشن، قد تدخل المريض في بلوك علاج هذا البلوك اللي بيتكلم اتروبين. وعشان خاطري لاول سنه اقولها زود كلمه جلوكاجون، جلوكاجون واتروبين. جلوكاجون يزود الهارت ريت، يعالج البراديكارديا بتاعه بيتا بلوك. بس طبعا بعض المتحدثين مش هيعرفوه، مش عيب، هم عارفين اكتر من مليون مره حاجات. كل الناس عارفه الاتروبين هو العلاج، لكن انا بقول جلوكاجون وهو مش موجود في مصر. ده شوف ممنوعه في الكونجستيف هارت فيلير. طيب يا رب انت هترجع بعد بكره تقول لنا او في وقت اخر تقول لنا في الهارت فيلير يمكن خمس دقائق بس بكره تقول لنا نشتغل في الهارت فيلير. ممنوعه في السيفير هارت فيلير، ممنوعه في الهارت بلوك. بلاش تديها مع دواء اسمه فيرابامين. اوعى يبقى المعلم بتاعك مندوب الدعايه. يجي لك مندوب الدعايه كده ويحط لك نوت السنه الجديده على المكتب، فاهم ازاي؟ ودعوه عشاء، فاهم ازاي؟ اوعى. ممنوع في كل العالم متحضر. وفي امريكا بيتعاقب. تقول لي لا في شفت اسمع كلام. فالفكره يجي يقول لك احنا عاملين اجتماع مع بعض في محبه واسره واحده. انت بتكتب ايه في الانجينا؟ يقول له هقول له انا بكتب مثلا بيتا بلوكر كونكور بيسو كولور. يقول لك افتكرنا في فيرابامير ايزوبتين بينفع في الانجينا كالسيوم شانل بلوكر جديد. اكتب انت تكتبه بس ده معاك. منتهى الخطوره. انا بيتا بلوكر اقلل خصائص القلب وانت كالسيوم شانل بلوكر تقلل خصائص القلب. ايدينا في ايدين بعض نجيب القلب للارض. فاهم ازاي؟ اوعى تسمع يعلمك مندوب الدعايه. انا بحبهم كلهم وكلهم بسيبهم بكل تنحاب واديهم وقت بس المعاد صعب. فاهم ازاي؟ لكن النقطه ما يضحكش عليا. وبلاش حكايه البروشور دي اللي بيوروها الصور، شايف الدواء بتاعها بيطلع قد ايه؟ الادويه الاخرى بنفسها، شايف ده بينظف الهدوم قد ايه؟ والتاني ما بينظفش. انا اقول له لو عندك بيبرز اديها لي وريها لي بيبرز. مش عارف بس مين لي رسمه؟ ده بداية حياتي يا دكتور. رسمت لكل شركات الأدوية كل البروشور بتاعتها وكلها فلسس. فاهم ازاي؟ ربنا يعافيك عليها في الأيام. فاهم ازاي؟ اللي أنا عايز أقوله كلمة بلاش فيرابامين. يا جماعة ما دام بيعمل هارت بلوك أوعى تديها في حالات الهارت بلوك عشان خاطري.
ويعجبني قوي الكلمه هنا بلاش في البريود ام جاين بلاش في البريفر باس لذيذ شايف طبعا ده الريسستيشن بلاش في البريفر باس لذيذ لينوس فينومين شايف ممنوع كلام سهل جدا خلاص الكلام فاصل بلاش في البرونكا الازمه الرب الشعبي سوري قبل الرب ده استخدم واطي بس بعد اسبوعين وقته جامد بلاش في الرب الشعبي حرام عليك بريسبيتيت برونكا الازمه ان ازماتك انديفيدوال هتنام ازاي انت بالليل وانت مخلي واحد صاحي وعاني سفرنج وانت السبب كل حاول مع كل عيان بقى افكر ايه العيشه دي؟ فانا عايز اكسب عايز اكل بقلاوه المهم ده دكتور يعني لو انت مش قد المسؤوليه ما تمارس الطب بنغلط نتعلم دكتور انتوا قدها ودود بحث نغير المفهوم اللي بعده بلاش بيتا بلوكر في مرضى السكر انا غيور قوي على حكايه السكر دي لو واحد بياخد انسولين او بياخد اورال هايبو جلايسيم وخد بيتا بلوكر نون سيلكتيف بالذات حتى السيلكتيف مفيش حاجه اسمها سيلكتيف 100% في الطب مفيش حاجه اسمها 100% دكتور السيفير ممكن يحصل سيفير هايبو جلايسيميا ما خدش بالي يقل السكر طبعا يا جماعه بتزود الاثيروسكلوز بتقلل اتش دي ال اتش دي ال ده مفيش حاجه تزوده في الدنيا غير المشي نص ساعة يبقى قوي ولا لا؟ والواي الأحمر مش هشربه وزيت الزيتون البك وزيت الزيتون ما يقص بالغليان إلا دعاء درجات فظيعة يا شيخ حبس الزيتون ما يتغلي مع الأكل طعم وحش وبتاع بلاش ده أحلى حاجة فاهم إزاي؟ وهو يزود اتش دي ال ونعمل اتش دي ال ده دكتور مرأة دي عشان تذاكروا هي قليلة لازم تزيد عن 45 وانت طالع دكتور هايبركاليميا خلاص لحظه يا ويلك لو مريض لينا الفيلير والبوتاسيوم عالي اديته بيتا بلوكر زودت له البوتاسيوم يا ويلك يا مريض بتاخد ايس او ايربز ايس هي ادويه اسمها انجيوتنسين ريسبتور بلوكر وايربز انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور اسيد وايربز انجيوتنسين ريسبتور بلوكر دي ادويه علاج ضغط عالي بتبعد عن البوتاسيوم دكتور اخر حاجه في سايتكس كونتا انديكيشن اهي بص خلاص خلاص اخر حاجه ادرس اسالك سؤال خبيث جدا وغير بريء وغير طاهر افرض اعطيت مع واحد عنده سوبر سنسيف ادرينرجيك ريسبتورز بص معايا لو افرض انا قطعت العلاج بتاع السيمباتيك او راح جانجي بروكر للدكتور التاريخي او سيمباتوليتيك طبعا وخدت بيتا بلوكر ليها اي اس اي خد بالك الجنب ده افرض انا عندي يعني سوبر سنسيف وخدت بيتا بلوكر ليها اي اس اي يعني ايه اي اس اي؟ انترنسك هذه الاي اس اي الصغيره في وجود سوبر سنسيف ريسبتور تبقى اجزاء جي وصلت ولا لا؟ ورجاء محبه وعطف وتسامح بلاش توقف البيتا بلوكر صادق صدقوني لما اشوف المرضى انا باخد بالي من الحته دي اكيد ما خدش بالي من الحته دي اوعى تدي البيتا بلوكر صادمي الابرابت ديسكونتينيويشن البيتا بلوكر في منتهى الخطوة هحفظكم 10 ادويه في الفارما لا تنطق صادم ليه؟ ولا واخد البيتا بلوكر البريسايمات البيتا مقفوله صح؟ صح ولا مش صح؟ هل في افراز النقطه دي سنتري او بريفري؟ لا اذا وقفتها صادمي تعال نعوض الايام الخوالي اللي ما كناش بنفرز فيها تعال نسترجع ماضينا فاهم ازاي ونفرز اكتر من الاول نعمل الشخص ده هايبرتنشن ونعمل له انجاينا شهاده وفاه الابرار ديسكونتريش في منتهى الخطوره للبيتا بلوكر طب لك البيتا بلوكر 10 دقائق حاول بكره اخدها مع اكتمال الحاجات انا و Thank you very much.